بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هون اللي نتكلموا عن فرائض الصلاة 16 وسننها 8. قلنا تم على صلاتك عستم ذاك ودوني حالاتك، راقب لوقاتك ذا اليم هو اللي فيه جاتك. فرض صلاتك معروف به 16 مسليان به النية هذه قاع فيه، لازم مهد صلاتك والتكبيرة الحرام شيه والقيام لهرعاتك من تنسى ذاك اللي عليهم والقرآن الجاتك تم على صلاتك عستم والقيام اللي قوموا والركوع وذا دوموا والرفع منه ذاك مسؤول عن ذاك رعاتك والسجود يتعلم وجيبه بالصيف رجاتك والرفع منه حاح مطمئن فقت اوقاتك تم على صلاتك عستم الاعتدال ما بشي كيف السلام حاح به والجلوس اللي قاع فيه وافي عتم صلاتك والاقتداء واللي يعطيه الساعه امامه رعاتك والترتيب واللي عليه عس فروضك جاتك تم على صلاتك عستم ذاك ودوني حالاتك راقب اوقاتك ذا اليوم هو اللي فيه جاتك. هذه الفرائض ال 16. اما السنن الثمانيه، شوف السنن الثمانية وشبه من هاي الفانية، استر في بلو ذاكية بويا من قاع صلاتك والجهر مولي جاية اخبار في بلو جاتك والسورة قاع مولي يعملها من سوراتك والجلوس اللي عدل والأول والثاني فضل والتكبيرة هذيك والتحميد ورعاتك من تنساه التشهيد والأول والثاني جاتك تم على صلاتك عستم ذاك ودوني حالاتك راقب لوقاتك ذا اليوم هو اللي فيه جاتك. نظرا لأهمية الصلاة سنتناول في هذه الحلقة أحكام الصلاة مع فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء الموريتانيين. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. نختار في هذه الصلة تحدثون عنها. احنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن الطهارة وأنواعها وشروط الصلاة، وتحدثنا عن فرائض الصلة، وتحدثنا عن سننها، ويسوع لنا نتحدث عن بقية رواياتها الأخرين ونتحدث عن ترقيعها وما لها من أهمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصلة هي الصلة بين العبد وربه، معناها هي العلاقة، هي أساس العلاقة بين العبد وربه، وهي تدريب أعطاه الله عز وجل للعباد للخضوع بين يديه حتى يحقق العبودية، لأن العبودية ما تقدر تعود إلا علاقة بين الله وعباده لا يعبر عنها بشيء، لا بد أن يكون عنها تعبير ملموس، وهذا التعبير هو الصلة، لأن فيها غاية الخضوع. فالإنسان في الأصل واقف رأس الفوق، لكن في السجود يخفض أعلاه ويرفع أسفله حياء من الله وتقربا إليه. كذلك فيها تدريب على الانتظام في أمور حياته، لأن الإنسان لا بد من يعود عارف عنه صاحب قرار وعنه كائن شريف على الله، ليس مثل البهائم والحيوانات. ولذلك في الصلاة له يدرب على السكات يكون فيها قوموا لله قانتين، وللاستغال في الطاعة والعبادة ما يتواسى يلتفت ولا يستغل بشيء ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وفي الحديث الآخر ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، أنا صلى الله عليه وسلم عارف أنه مشغول فيها، وهي عبارة عن ثلاث أنواع من أنواع العمل. النوع الأول عمل القلب، والنوع الثاني عمل اللسان، والنوع الثالث عمل الجوارح. عمل القلب ثلاث أقسام. القسم الأول النية، ورانكم في توجبتوها قاع فرائض الصلاة. غير النية هي أسهل عمل القلب، لأن النية لا معناها توجه القلب إلى شيء وإرادته عن شخص هام يصلي، هذه النية. غير تشدد الفقهاء فيها فصل المقصود بها لا قربها من العمل، قربها من تكبيرة الإحرام، ولذلك شيء منهم يقول عنها جيم موافق مطابقة للتكبير من بدايتها من عند الهمزة، همزة الله أكبر، وبعضهم يقول عنها يسوجات وتصلي بذلك قبل شوي، المهم عنها تعود قريبة منها. هذه هي نية الصلاة، وهي كيف فتجبته أنواع فيها شيء واجب، كيف نية اقتداء المأموم، ونية الصلاة المعينة معناها نية كان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، لكن نية لابد منها، قال نية الصلاة المعينة، وكيف تاك نية الإمامة ما هي واجبة على الإمام غير ما يحصل له فضل الجماعة يكون إلى عدلها، وهي واجبة عليه في الجمعة والاستخلاف به اللي جمعة ما يقدر يصليها الفجر، والاستخلاف هم اللي كذلك ما هو كان في حالة كان مأموم وعاد لا ينتقل عنها شو الإمام. وكذلك نية الشروط، كيف نية استقبال القبلة ونية الأداء ولا القضاء، ولا كيف نية الوقت،
هذه نيات لا مندوبات ما هم واجبات. نية الأداء ولا القضاء لا مندوبة ما هي واجبة. ونية عدد الركعات ونية استقبال القبلة واللي كيف هذا النوع لا مندوب به اللي هو قاع حتى ولو بدون نية حاصل. الإنسان إذا اتجه جهة البيت الحرام أرى هو عدد ذاك اللي أمر به هي سوصة قاع ما حصل في أخلاقه ذيك النية. وكذلك عدد الركعات وهذه النية مندوب عنها ما يقولها حد به اللي عمل القلب كيف يقول ما هي عمل اللسان ما ينطق به ما ينطق به لا ينويها حد في أخلاقه. القسم الثاني من أقسام عمل القلب شيء قالوا الحضور. والحضور معناها حد يعد عارف هو الله عدل شنو هو حد ناجي الملك الديان جل جلاله ولا يثني عليه بما هو أهله ولا يقدم له الولاء والعبودية الحقيقية اللي قاربه ولا يقدم له حوائجه ومطالبه بين يديه لا بد من يتحاضر يعرف الله عدل شنو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر اللي لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر. ولذلك عند من يدخل الصلاة من دوبله يقول الله أكبر يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام. هذا الرفع شنو معناه؟ معناه نبذ الدنيا وراء ظهره. الدنيا اللي كنت واحد فيها أرانك زرقتها وراء ظهرك ورانك الآن أقبلت على الله من قلت الله أكبر ملأت ما بين السماء والأرض أنت لابد من تقبله على الله إقبالا حقيقيا. هذا الإقبال يبدأ من أول الصلاة إلى نهايتها تم حاضر فيه. وذيك الحضرة عيل يدخل الشيطان عيل الإنسان يسهل والشيطان اللي متكابد معصله ما هو غافل عنه عيل يشغل الشخص بأمور الآخرة يفقده بالجنة والنار ويفقده بشي من الأمور اللي ما هي من شأن الصلاة وذاك لا شغله خارج الصلاة وعيل يفقده بشي من أمور الدنيا شي من الناس قاعد يقول عنه ما يتفقد ذاك الناس يكون في الصلاة ولا بد من مجاهدته. هذه هي مجاهدة الشيطان الحقيقية من أهم مجاهدته مجاهدته في الصلاة من إدراكك والله قلبك لا يؤخذ من الباب رده ولا يؤخذ من النافذه رده حاصره لين يثبت وتعود عارف انت الواحد في شنو. انت ربك قال لك انك تستقبل القبله وتكبر ورانك عدلتها قال لك انك تقرا الفاتحه ورائك عدلتها وناوي معناها عارفه عارف عنك في اولها لا يثني على الله تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ورداك عنك لا تطلب تقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وتثني على عبيد الصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتبدأ السورة مولي كذلك تعود عارف فيها على كلام الله وعارف شنو معنى المقصود بها يسوى معنى فاهم جزئياته غير المهم معنى فاهم هذا كلام الله. ولذلك التدبر في القرآن قسمين تدبر المعاني وهذا مختص بالناس اللي ناطقة بالعربية تفهمه غير القرآن ما هو منزل للعرب حتى منزل للناس كاملة وعثتوا إلى الأحمر والأسود. ولذلك أحد ما هو فاهم العربية تدبروا شنو تدبروا عن هذا بعد كلام الله وعنه يحبه كما أحب الله من أحد يحب الله يحب كلام الله. ولذلك لا بد من يتأثر به. أنا نعرف شنو الناس ما يفهموا كلمة واحدة من القرآن يغير منين يقرأ عليهم يبكوا بكاء عجيب جدا. وهذا هو اللي وصف به مولانا المسلمين من النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. هذا فعلا هو تأثير القرآن لحد حضر له حضر لا يعد سنه غير حد ساهي وغافل ولا هو حاضر ما هو لا يفهم ولا هو لا يتأثر به. هذا هو الحضور يخلق من تكبيرة الإحرام ويخلق في القيام ويخلق في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس وفي السجود الآخر وهكذا لين تفصل. الثالث من أفعال القلب هو الخشوع وهو أصعبها. شفت عن الحضور عن غاية الصعوبة أصعب من الخشوع. خشوع يغير راد مولانا الحمد لله عن الخشوع ما هو واجب في كل ركعة ولا هو واجب في كل ركن. الراجح أنه لا واجب في أي ركن. وذاك قال محمد مولود أحمد فؤاد الكفاف قال الخوف باستشعارك الوقوفا بين يدي خالقك الرؤوفا به ابن رشد الخشوع عرفا وأي الأركان به كان كفا. هذا الخشوع شنو؟ الخشوع لا معناه أنك أنت لا يتخلق لك هيبة متينة بكل عارف عنك تتكلم مع الله جل جلاله عنك تناجيه عنه هو لا يشغله سمع كلام عن كلام ولا يشغله شأن عن شأن والعباد يناجوه بالملايين والمليارات في الأراضين وبالمليارات في كل سماء من السماوات واللي خاطي ذاك ولا يشغله حد منهم أحد يسمعهم كاملين كل حد منهم سامع وحده وكلهم هو أقرب إليه من حبل الوريد. ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يعلم السر وأخفى
من اللي فوق السماوات السبع إلى ما تحت الثرى إذا كان العلم السامع عنده جل جلاله، ولا يشغل حد عن حد، ولا يتغبى عليه حوائج عباده. وشفت عنه مبارك لا يكلموه بلغات مختلفة، جميع اللغات، لغات الملائكة ولغات الإنس ولغات الجن ولغات البهائم ولغات الدواب ولغات الطير ولغات الحيتان ولغات الجمادات، بلغات ذاته تسبح بحمده، ما تشغل اللغة عن اللغة، ولا يتغبى عليه، ولا يتغبى عليه مطالبهم، سبحان الله، كلهم مطلبوا محفوظ وحده، والله عز وجل هو أسرع الحاسبين. من نعود حد مستحضر هذا ومستحضر عنه حالا يناجي الله جل جلاله وعمولان يجاوبه تمرين، تقول الحمد لله رب العالمين، يلا تقف هون وتسكت تنتظر جواب مولانا، مولانا لا يقول لك حمدني يا عبدي، ومنين تقول وراها الرحمن الرحيم لا يتوقف تنتظر جواب مولانا، لا يقول أثنى علي يا عبدي، ومنين تقول ملكي يوم الدين لا يتوقف تنتظر جوابه، لا يقول مجدني يا عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، هؤلاء الثلاثة لي مولانا ولعبدي ما سأل، تبدأ أن تفتح لك باب السؤال، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا هو منين يحس الإنسان عنه حالا يتكلم مع الله جل جلاله وعن الله يجاوبه وعنه يثني عليه بما هو أهله وعنه قدم مطالبه عنده، الله فعلا يتأثر تأثر بالغ، وذاك التأثر قلبي يغير يظهر منه شيء، من اللي يظهر منه الدموع في العينين، هذا العينين يفيضوا من الدموع وقت الخشوع، ومن اللي يظهر منه القشعرير اللي هي تشعرين يجل وقته، ومن اللي يظهر منه الانتفاضة، أنا ينتفض الشخص ما أفطن لها، ومن اللي يظهر منه صميك الأذنين يقعد الشخص ما تلم الصنة كلام المخلوقين، وهذا ما يقدر الشخص يطول فيه به اللي هو حال ما يحصل يغير المفروض عنه يخلق مرة واحدة في الصلاة، وشي من الناس يقدر يعدل في كل ركن يغير ذاك اللي حد صلاته ما قايمة غبرته، الشخص هذا يقدر يتم كل ركن يخشع فيه. وهو هذه المظاهر اللي قلنا اللي منها بكاء العين ومنها قشعريرة الجسم ومنها الانتفاضة ومنها الصمكة اللي تخرج اللسان على مات لسامشي، عيات تجي في بلد كاملة وعيات تتفاوت شي من الناس يغلب عليه شي منها، والله عز وجل قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وذكر في القشعريرة قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذه القشعريرة تشمل ملل الانتفاضة اللي هي نفضة تخرج الإنسان، وأخبار الصمكة الأذنين هي الانشغال بالله ما تلا شخص صايب الشخر بارو لا وحل حقيقة به اللي في مناجاة الملك الديان جل جلاله. ولذلك ذكر الله عز وجل شبه حال الناس في وقات المناجاة وقات سماع القرآن، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة. هذا الوصف كنا نقوله أهل ذهما، هذه هي قامة الصلاة الحقيقية. شفت عن هذا أعمالهم أعمال القلب لا يجي وراهم أعمال اللسان، وأعمال اللسان أنتم في التجبتون هو اثنين في الفرائض اللي هم تكبيرة الإحرام والسلام، الخاطئ ذا كامل من أعمال اللسان هلا من السنن والمندوبات ما في شيء من الواجبات. أعمال اللسان خاطئ الفاتحة، طبعا الفاتحة مذهب الجمهور عنها واجبة، يغير واجبة الله الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، يغير ما قال كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، قال كل صلاة يمكن عنها تنقرأ في صلاة واحدة. ذاك بالنسبة للقدر الواجب هو المفروض عنها كل قيام تنقرأ فيه كل ركعة تنقرأ فيها الفاتحة، يغير حد الساهة مرة والله قرأ شي ما هو هي من القرآن،
ولكن عدلها في ركعه اخرى، ذاك ادى بعد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي فيها الخلاف بالنسبه للمذهب المالكي، خالق في قول عنها واجبه في كل ركعه، وفي قول عنها واجبه في ركعه واحده والسنه في الباقي، وفي قول عنها قاع سنه في الجميع، ذاك هو مذهب الحنفيه، وفي قول عنها واجبه في الاكثر والسنه في الاقل، بدل من تعود صلاه رباعيه تعود واجبه في ثلاث ركعات وسنه في ركعه واحده. من تعود ثنائيه. من تعود ثنائيه طبعا ما فيها اكثر ولا الا مرتين. وراء الفاتحه من السنن عن حد يقول وراء نهايتها امين. المفروض عن ما يجهر بها، ان يقولها سرا. ولا يجهر بها بعد ما هي منكر، ما خسرت كان شيء من الصحابه يعدلها، 200 من الصحابه كانوا عدلوها في المسجد الحرام. يقول المذهب المالكي عن الله مندوب الاسرار بها. وامين كلمه شرف بها مولانا هذه الامه وهي معناها استجب لنا دعاءنا. يغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدوكم على امين. امين. امين هذه روايه كبيره حاسدين عليها اليهود. معناها روايه كبيره. يلا الامام يقولها ويلا المامومين يقولوها. ومنين يقولها الامام؟ لا يقولها الملائكه في السماء. لان الملائكه نحن اجازيهم عنا بالخير ما نصايبين عنهم. يوم اللي هم اللي يطلبون مولانا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يقول الملائكة آمين في السماء. فمن صادف تأمينه تأمين الملائكة غفر له. غفر له. حق بعد الله حتى توافق تأمينه. حد هون في الأرض توافق تأمينه مع تأمين الملائكة في السماء. جاءت المغفرة. وذاك سبب يعني الله شخص يتم يحافظ عليه. ورا ذاك تجي السورة. والسورة المقصود بها ما زاد عن الفاتحة يسوى آية يسوى مقطع يسوى سورة تامة. يغير إكمال السورة مستحب. القدر اللي من السنن المؤكدات الثمانية هو ما زاد على الفاتحة. يغير ما زاد على ذلك تكملة السورة عنها تعد سورة تامة ذاك مندوب. وكيف ذاك صفة القراءة صفتها معناها الجهر والله السر. الجهر في محله والله السر. نحن يلا نعود عارفين عن يصل عنها مهارة كيف مهارات السياق أنت مدرب في السياق تعرف سياقة السيارة عندها أربع سرعات معناها أربع فيتسات عندها بريمير وعندها ديزيم وعندها ترازيم وعندها كاتريم وهذو متفاوتين بحسب ثقلهم اللي يقبضون البنزين وقوتهم في المشي في الدفع. بريمير وديزيم لا بد من البدايه بهم وذوك عندهم قوه لا بد لها من البطء ما يقدر حد يسرع فيهم ولذلك الركعات الثنتين الاولى شرعت فيهم السوره ياك تبطيك والركوع له يعود قريب من القيام والرفع من الركوع قريب منه والسجود قريب من ذاك ياك تعود بطيء. ركعات ثنتين التاليات ترى انك الحق تروازيم وكاتريم انت تقدر تسرع ما تلات عندك مشكله يا غير عيد تعود داخل عثعاث وعثعاث منين تدخله لابد من تعود عندك كربوتاج الصلاه هو الجهر. شوف عثعاث يخرج وقت صلاه الصبح وقت النعاس ووقت المغرب وقت اقبال الليل وادبار النهار وفي وقت الملي ناشئه الليل اللي هي وقت صلاه العشاء. هذول الأوقات الثلاثة أصل فيها مداخلة عثعاث لا بد لها من كربوتاج وكربوتاجها هو الجهر. الأوقات الأخرى الظهر والعصر هذا على طالي ماشي ما عندك مسؤول النهار مسؤول لا تقرأ تحت تجي ورا ذاك التكبير للركوع هاي تكبيرة لا من السنن المؤكدات يعني ما هي واجبة يغير من ذوك السنن الثمانية اللي يسجد لهم هذا هو مذهب المالكية. غيرهم يقولوا لا يسموهم واجبات وحتى ابن ابي زيد من المالكي يقول سنه واجبه وهو المقصود عنها هي ما هي كيف المندوبات العاديه ولا جائز لحد يتركها وحد تركها ياثم اتركها عمدا ياثم وتبطل صلاه اللي هي السنه اللي هي السنه المؤكدات ثمانيه حق بعد السوره والجهر والله السر الجهر المحلي والسر المحلي محله وتكبير اللي ما هو تكبيرة الاحرام والتسميع عند الرفع من الركوع والتشهد الاول والتشهد الثاني والجلوس الاوسط اللي هو الجلسه الوسطى هذا اللي قالهم ثمانية قالهم السنن المؤكدات حد تركهم عمدا بطلت صلاته وأثم أثما وحد تركهم سهوا ينجبروا
ذاك الجبر هو اللي مزلنا يجيبه ترقيع الصلاه كيف قلت التقوي. هذه ورك التكبيره عند الركوع. يلا حد يكبر مزال بدايه القيام غير ينحط في التكبيره. باللي وكل ركن يلا عود مشغول بشي. شفت عن الافعال ماشي لا يعود معها الاقوال. يلا انت وقت انحطاطك مكبر. طيب اذا كبرت مزلت واقف الدنكيس تكشور الركوع ما قلت فيه شيء. ولا كبرت حنيت اليم في تركعت دنكيسه ما شاف ايش. يلا دنكيسه تملاها بالتكبير. وكيف تاك التسبيح في الركوع هذا سنه وله من السنن اللي مؤكدات اللي يسجد لها. يغرب سنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تاكيد عجيب. قال من قال سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله وبحمده في ركوعه ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك ادناه. من قال سبحان الله وبحمده في سجوده ثلاثا فقد تم سجوده وذلك ادناه. كل شخص سبحان ربي العظيم يقدي يقولها بهذا التسبيح بهذا اللفظ سبحان ربي العظيم والله سبحان الله وبحمده والله سبحانك اللهم وبحمدك والله سبحان الملك القدوس والله سبوح قدوس رب الملائكه والروح. تسبيحات الركوع لكن اقله ثلاثه ذاك هو اقل المندوب واللي زاد عليها ما خسرش وهو بحسب خشوعه. ويا الله ينتظر الحاله اللي يخشع به. يا الله يكثر من التسبيح الى عدل ما سهل لي الخشوع يكثر من التسبيح لين يخشع. والتسبيح شنو معناه؟ سبحان الله شنو معناه؟ سبحان الله معناها تنزيها لله عما لا يليق به. وذاك فيه تنزيه عن الصاحبه وتنزيه عن الولد وتنزيه عن الصفات المستحيله وتنزيه عن العيوب وتنزيه عن النوم السنه وتنزيه عن كل ما لا يليق به، كل ما ليس عدلا وكل ما فيه نقص فهو محال على الله. وهذا هو اللي تنزه عنه تقول سبحان الله معناه انزه الله عن كل ما لا يليق به. سبحان الله سبحان الله العظيم تذكر تعظيمه في الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه لانفسكم بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وفي الحديث الصحيح نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. ما هو وقت قراءه القران؟ في الركوع ولا في السجود. اللي قال فيه لا التسبيح. يغرد التسبيح موسع عليك فيه تسبح مولانا بالقدر اللي بغيت من العدد. والركوع والسجود ما يلا ينقرا فيهم ما يلا ينقرا فيهم القران. خالق روايه واحده له يقولوها في السجود خالق روايه واحده له يقولوها في السجود اللي هو ذل من القران دعاء. كيف ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. زواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. واللي كيف هذا؟ هذا دعاء وهو قران. إلا قريته بنية القرآن ما تعود عدلت مخالف. وإلا قريته بنية الدعاء ما تخسرت في السجود. نحن نزلنا الركوع منين توفي التسبيحات؟ يجيك سنة أخرى من السنن المؤكدات من الأقوال اللي هي سمع الله لمن حمده تقولها. وهذه فيها الخلاف كان واجب عليه كل حد يرفع من الركوع يسوى إمام ويسوى مأموم ويسوى فذ. وهذا هو ظاهرة الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن ما قد سمعناها مرة واحدة ارفع من الركوع ما قال سمع الله لمن حمده. قايل الطائفة عنها خاصة بالإمام والفذ وعن المأموم الله يقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد هم كاملين يقولوها ورا سمع الله لمن حمده. يغير بالنسبة لسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله لمن حمده ما هي سمع من مجرد السماع. هو كان مع الجميع يسمع من حمده ومن لم يحمده. يغير المقصود هون سمع الله لمن حمده معناه استجاب حمد من حمده. تقدر تقول لي عن الحمد ما هو دعاء؟ يغير معناه الدعاء. ما له ميت من بصلتي قال اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. حد اثنى عليه ذاك لا دعاء. الكريم اذا اثني عليه كافي ذاك من طلبته. وذا هو قال لك هو قال لك سمع الله لمن حمده. واذا كانت اللي من السماع اللي من بمعنى ادراك الصوت ما يقول لمن يقول سمع الله من حمده. ما تعود فيها اللام. اللام منين جاءت عدات الفعل اياك يعود مفهوم عنه ما هو معناه الشائع عنه معنى اخر سمع الله لمن حمده. واصل مشروعيتها عن ابو بكر الصديق جاء ودرك النبي صلى الله عليه وسلم راكع واحمد مولانا وحرم ونزلت للنبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فرفع بها من ركوع. هذا هو السبب. يغير بقات مشروع ان احنا كاملين سمع الله لمن حمده وراها يقول ربنا لك الحمد. وهذه فيها أربع روايات. واحدة ربنا لك الحمد. واحدة ربنا ولك الحمد. واحدة اللهم ربنا لك الحمد. واحدة اللهم ربنا ولك الحمد. شفت عنهم أربعة. أشهرهم
ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا معناه يا ربنا، وهذا منادى وحرف النداء محذوف، ولك الحمد معناه نسبحك، فم والله لك الثناء ولك الحمد، لك الثناء انحذفت بهاللي عرفت من سمع الله لمن حمده، من حمده ولا بالثناء، هي تقول لك الثناء ولك الحمد، لك الحمد هي اللي مذكورة ومعطوفة لديك، لك الثناء اللي ما نطقت بها يغناويها، لك الحمد معناها الحمد، يعني أنت مالك بلا أجمي، أنت هو اللي تستحق الحمد، الله عز وجل هو اللي يستحق الحمد، ولا يحمده الجمادات ولا يحمده النواطق واللي متكلم واللي ما هو متكلم، وكامل الحامدين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا تسبحه، ذاك السبب أنت قال فيك عنه هو سمع الله لمن حمده، يغار مع ذاك بلا أجمي بلا أحمدنا، لذلك تقول ربنا لك الحمد، إذا قلت ربنا ولك الحمد معناه ربنا لك الثناء ولك الحمد. الرواية الثانية المتوارثة في الشهرة ربنا لك الحمد بدون الواو، معناها ربنا لك الحمد إياك نعود داخلين فيمن حمده. والثالثة اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم تأتي باسم الجلالة قبل ربنا، واسم الجلالة هون معاه الميم المشددة اللي نائبة عن حرف النداء، هذه الميم نائبة عن ياء، والأكثر اللهم بالتعويضي وشدي اللهم في قريضي، من النادر عنها تجتمع معها ياء، إني إذا ما حدث لما أقول يا اللهم يا اللهم، هذا من النادر عن تجتمع ياء هي والميم المشددة، الميم نائبة عن حرف النداء، اللهم ربنا منادى آخر لك الحمد بدون واو. الرواية الرابعة هي ضعفه، اللهم ربنا ولك الحمد، اجتماع اللهم والواو ولك الحمد، تقول ورا ذاك الصلاة الذكر به الآن رفع من الركوع، الله بحسب طول الركوع، ولا يعد الركوع طويل، يا الله يعد الرفع منه طويل، اللي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة، ولذلك الرفع من الركوع في الركعة الأولى والثانية أطول من الرفع من الركوع في الركعة التالية والثالثة والرابعة، اللي في حديث سعد بن أبي وقاص من شكاوا منه الكوفر كانوا مليه إليهم عمر بن الخطاب، وجاءوا بنو أسد يشكاوا قالوا له عنه ما يتقن الصلاة، سولوا عمر بن الخطاب قال له والله إني لا أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركضوا في الأوليين وأخفوا في الأخريين، أركضوا معناها نثبت في الأوليين الركعتين الأوليين، وأخفوا في الأخريين ركعتين الأخرات خف فيهم، كيف ذاكر كنا نقول قبيل دي تروازي مكاترين كاترين. بعد أن يقول المصلي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يقول أحد الحديثين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول قاله رجل من الأنصار لما رفع من الركوع وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال أين القائل، قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، معناه شاف النبي صلى الله عليه وسلم 39 والله 38 والله 37 ملك يسابقوا إياك يكتبوا هذا اللي قال به زين، هذا اللي قال شنو قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وزاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى، يغير هذا أول متفق عليه اللي هو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا كثيرا معناه ياسر ذاك الواجب علينا به اللي هو بحسب ما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وبحسب نعمه لما نقدر نحصوه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حمدا كثيرا طيبا، طيبا معناها خالص ما فيه رياء ولا فيه سمعة ولا فيه شيء يشوه، مباركا فيه معناها نامي هو شيء مقبول عند مولانا يبارك فيه، ولذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من حلاء من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تقبلها الرحمن بيمينه، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون كالجبل، والفلو معناه ولد الفرس، والفصيل معناه الحوار ولد الناقة حتى تكون كالجبل. الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرفع والركوع من يقول ربنا لك الحمد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات، هذا الحمد ياسر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، معناه ذاك ملء ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد معناه يا أهل الثناء معناه مستحق الثناء، والمجد معناه الرفعة،
والله أهل الثناء والمجد، معناها أنت أهل الثناء، معناها مستحق الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، معناه أصدق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، نحن كاملين نبيك. شنو أصدق ما قال العبد؟ لا مانع لما أعطيته ولا مطيع لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الخارج لا أمرك، لا مانع لما أعطيته شي أعطيته أنت ما يتحد يكرد، ولا مطيع لما منعته شي ما أعطيته ما يتحد يعطي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، معناها حد عقيد عقده ما هو نافع عند مولانا، منين يلحق وقته ينفذ في قدر مولانا. والله الجد معناها والد الأبي، معناه هو الخيمة الكبيرة، ذاك ما هو قرب مولانا. وهذا هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من يقعد حد من باس عمله راخي وصلاته راخي، ذاك ما هو قرب مولانا، عود عنه الخيمة الكبيرة، والله عنه ذاك ما هو نافع. هذا هو الرفع من الركوع، لا ينجرى للسجود. شفت السجود له جينا نفس الشيء، تكبيرة سنة من السنن المؤكدات اللي كنا نقول قبل، ذيك التكبيرة يا الله اللي حد يملأ بيها. الفرق بين القيام والسجود، فتعنا كنت واقف هذا الانحطاط ما يا الله تخليه ساكت ما فيش، يا الله تدير فيه التكبير، ويا الله من فم ما تلحم فيها، ما تمد ما هو بل المد، وهي التكبيرة فيها لا مدة واحدة الله، هذه مدة أصلا مد طبيعي، هي غير جائز مدة للتعظيم، ومن تخالف ما تجزي، ما من تمد في ما هو بالمد، كيف حد قال أكبر ذاك الحن وخسر اللي عدل به اللي أكبر جمعوا كبارين والكبار الطفل، وما جايز حد يطرقه على الله عز وجل. هذه قد نقولوا عنها، وكيف ذاك الله هو اللي يقول شيء من الناس يمد لها بالواو، ذاك ما اللي لحن ولا ما هو جايز، معناها عن التكبيرة ما فيها ما هو مدة واحدة، وهي في الأصل مد طبيعية غير جايز مد للتعظيم، وهو قاعد قراءة واحد من القراء اللي هو حمزة فيه الجائز عنده مدة التعظيم، تقول الله أكبر وتجيب وتروى معناها، إياك تملأ اللي بين السماء والتراء. منين تسجد؟ تبدأ بالتسبيح اللي قلنا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. والفرق بين الركوع والسجود، هذا الركوع تقول فيه ربي العظيم، والسجود تقول فيه ربي الأعلى. شنو السبب؟ عودانك هون أنت أخفض أحوالك، وهو مقابل ذاك تذكر مخالفة الله المخلوقين، الله عز وجل قريب في علوه علي في دنوه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساهي، وأنت الآن بين يديه ساجد لوجهه الكريم بتعظيمه، تقول سبحان ربي الأعلى، سبحانه فتنقل معناها معناها تنزيها ربي الأعلى، والأعلى متصف بالعلو تثبت له صفة العلو. ورا ذاك نتسبح التسبيحات يسوك من قدوم، لا بغيت عدلهم ثلاثة ولا بغيت عدلهم خمسة ولا بغيت عدلهم سبعة، وهكذا لين تخشى عن تكبار وتفهم عنك اطمأنيت المناجاة الله عز وجل، تطرح الصحة وإذا تلمنه وتسأل، هذا وقت السؤال مفتوح لك الباب، ما يبقي شيء ما سألت. إلا بغيت عدلها بالحسانية، ولا بغيت عدلها بالوضوية، ولا بغيت عدلها بالبولارية، ولا بغيت عدلها بالسلونكية، ولا بغيت عدلها بالعربية اللي هي الدعاء يغير أفضل الدعاء بقى العربي من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بالعربي، يغير جائز لك أنت تطلب ما شئت. وكان عروة بن الزبير يقول كنا نسأل الله بسجودنا كل شيء حتى الملح للطعام، الأغوى ياك أنت تطرحهم الآن وتفتح لهم الباب. وقال مالك عنه صح شيء بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله السجود، عنه كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان أكثر دعاء أبي بكر في السجود ربنا، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللي هذا شامل خير الدنيا وخير الآخرة. ولا محجر عليك في السؤال في الدعاء، طلب أنت مولانا. وأنا عندي برنامج فيه لا نصيحة، ما عنده نص وارد فيه يغير لا تجربة أنه جائز فيه التجارب، عن الشخص ما يعود طابع لدعاء واحد وليدعو به دائما باللي ذاك لا يعود عنده روتين يمنع الخشوع ويمنع حضور وصفة دائما، من أن كل السجدة عارف شو تقول فيها. ونحن بالنسبة للمسلمين يا الله يعود عندنا شيء خصوه للنبي صلى الله عليه وسلم يا الله كل أصله نعطوها على الأقل السجدة الأولى منها، إذا ما أعطيناها السجدة الأولى والتالي ما ندعو فيها ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، باللي هو من حقه علينا أنا ندعو له. وياسر الناس ما يعرف ذا الحق، وياسر ما يعدل. أبي بن كعب أحد من الصحابة كان من حفاظة القرآن، هو قاعد حفظ هذه الأمة، أقرأكم وبينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قال له
كم أجعل لك من صلاتي؟ صلاتي معناها دعائي، شن عدل لك منه؟ قالوا عنه منين يعدلوا له كامل؟ لا يكفيهم، ولأنا ما أهمه هو ما لا يهتم له. وعاد دعاءه كامل في الصلاة ما يعدل له شر رسوله العيال ولا أهله، يعدل له النبي صلى الله عليه وسلم حقبا اللي هو بي حقبا. ونحن يلا بعد خصوا له سجدة ما ندعو فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك السبب تقول تصلي عليه وتقول اللهم جازي اللهم جازي عن اللهم جازي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمتي ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته وخلفه في أمته بخير. وهكذا تدعي له مولانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات اللي تليق بمقامه. طبعا كي يدعي له شيء ما هو لائق بمقامه، لكن الأصل والسلام والوسيلة والفضيلة اللي قال هو على حد دعاله بهم عنه باحت له شفاعته يوم القيامة، يوم القيامة حق بقى. تدعي له بهذا ودعوة له هو دعوة لأمته كاملة عن مولانا يقر عينه في أمته وفي ذريته وما خارج حد يسؤونه وما يبغى ذريته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تمون أرعاه في ذريته به اللي الله عز وجل اللي قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. تمون أدعو لهم مولانا في الصلاة حضرهم في دعائنا. هاي السجدة منين تجيبها؟ تبرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنك لا يتسهل به اللي لا تبقى في الجاشة. منين تتفقد ترفع من السجود وتقول أها رأي قرأت النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتي ما جاءت؟ لا يتثقال عندك، تعرف أنك لا تولي في السجدة الأخرى وتجتهد فيها. وهكذا كل سجدة تعدل فيها دعاء ما هو دعائك الماضي إياك تعود صلاتك منتبه لها. السجدة الثانية من يتسبح فيها وتوفي التسبيحات تبدأ دعاء ما هو ذاك الدعاء الفتقل خارج من المستمعين والمستمعات عنده دعاء واحد يحفظه ويعود ما يعرف معناه ويقوله هو ساهي في كل سجوده دائما ماشي فيه. وفيهم اللي شاك عن الجلوس دائما فيه التشهد، كل جلوس يقرأ فيه التشهد ما هو صالح. هذا الله ينتبهوا للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. منين وفيت من هذا دعاء السجود تجتهد فيه وتحضر مولي أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي محتاجة عمل أنا يألف من قلوبها ويكفيها شر عدوها ويصلحها ويصلح حوالها ويرحم موت المسلمين ويشفي مرضاهم ويحقق رجاهم. ولكن تملي الحق تدعي راسك تبدأ بالدعوات المتعلقة بالآخرة والدعوات ورا ذاك المتعلقة بالدنيا ورا ذاك الوالديك وعيالك وهكذا وجيرانك واللي بينك معها رحم واللي بينك معها علاقة واللي مصيك للدعاء. الآن مفتوح لك باب وهذا الباب ما هو ضيق لا تقطع. الدعاء هذا وقته. وياسر من الناس شاك عن السجود يا الله لا يقصر ويتماشي باللي ما هو فاهم عنه باب فاتح له مولانا اللي يقول حوائجه كاملة ومضمونة باللي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حد ما ثقل عليه السجود يرى فيه راحة قلبية عجيبة وسعادة ما هي عادية. وهذه السعادة هي اللي تلوذ الناس. ناس تلوذ له لا تمالكة السعادة وما خارج سعادة أسعد من حد مقربه مولانا ومناجيه. منين يذوق الإنسان طعم الصلاة ويذوق حلاوتها لا يتعود تقر عينه كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ويعود يرتاح بها من جميع المتاعب. قالوا رحنا بها يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد. ورا ذاك لا يترفع من الركوع من السجود بالتكبير مولي. وذا التكبير حكمه لا حكم التكبير اللي تنقل معنا عنه سنة مؤكدة وتقول فيها الله أكبر مولي ومنين تتأسس من اللحن فيه ومنين تقوله لا تجلس الجلوس الوسط. وهذا الجلوس الذكر فيه ألا عندك إلا بغيت تسع دعوات ولا بغيت سبعة ولا بغيت خمسة وهم شن هما تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني وارفعني. هذا تسع دعوات لا بغيت تجيب منهم إلا خمسة ولا بغيت تجيب منهم إلا سبعة ولا بغيت تجيبهم كاملة. هذا في الجلوس اللي بين السجدتين وتنوى معناها اغفر لي واضح لك معناها المغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. يستر مولانا في الدنيا ما يتعي به ولا يفطن له حد وعدم المؤاخذة به في الآخرة ما يحاسبك اليوم الآخر. هذا هو معنى المغفرة. وارحمني أنت دور الرحمة والرحمة رحمتين رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. رحمة الدنيا نزل فيها مولانا رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق وفيما بينهم حتى ترفع الدابة وحافرها عن ولدها. سبحان الله البهيمة تولد في الخلق وتدافع عن ولدها وترفع عنه رجلها ما توطع عليه وتترضع تعتني بهذا اللام من الرحمة الوحدة. وهذه الرحمة هي اللي أثرها ما نقدر نحصه. شوف المطر منه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
والليل والنهار منه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الرحمة التي أنا ابتسأتها ورحمتي وسعت كل شيء وراها الصرحة مثل الآخرة، ورحمة الآخرة 99 رحمة والآخرة لا واحد، خاصة بعباد الله المؤمنين كفار ما لهم نصيب منها، هذه في الدنيا لا رحمة والآخرة 99 رحمة. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها وادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة. منين توفر من هذا؟ لا يتسجد ملي وتكبير الانحطاط شور السجود لا كيف حكم ذيك اللي كنا نقوله في التكبير سنة مؤكدة ويالله تملى بيها الانتقال شور الركن. ومنين تسجد تسبح ملي تسبيحات وتدعو بالدعاء اللي بغيت. شكرا فضيلة الشيخ، أنا شاكرك. بارك الله فيك. والشكر موصول للمصور الحسن والسولة، المهندس مالكسي، والإخراج مريم تبيروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.